أهلا وسهلا بكل مشاهدي الجنوبية أينما كانوا. عدد جديد من كواليس الملاعب يوم الخميس 10 ديسمبر 2020. في الزمن نصل إلى العدد رقم 7، مسافة زمنية مهمة. يسعدنا أن نلتقي في هذا الفضاء الذي فيه صراحة متناهية برامج من أهم ما يمكن أن نقدمه لكل متتبعينا. الليلة باش نركزوا على قضية الشابة كالعادة، باش نمشيو للصفاقس، باش نشوفوا ليتوال الجاري فيها، باش نشوفوا انتصار الرجيش، عديد المحاور الأساسية. هذا الكل قلته اليوم استجابة لعدد من الذين اتصلوا بي معناها على الهاتف الخاص، قالوا لي يا أخويا قدم لنا البرنامج، هاني يا أخويا نستجيب ونقدم البرنامج. لتأثيث سهرة اليوم الخميس كالعادة عن يميني بدلنا شوية، رجعنا سي أنيس حميدة. مرحبا بك سي حميدة. وبيك عايشك، مرحبا بالسادة المشاهدين وكل حضري. اليوم غضب في الشابة، غضب في الشابة مدام وديع عام ووقفة احتجاجية في القصبة. اكزاكتومون، دونك مدام وديع الجارية أقوى من الدولة وأقوى من رئيس الجمهورية والوزير دونك يلزمنا نعبره، مازلنا مواصلين احنا على الغضب بتاعنا ومازلنا نعبروا. سي محسن غرسي اهلا بيك. اهلا وسهلا، مرحبا بجميع المشاهدين على قناة الجنوبية. في الحقيقة مش نقول لك، انا الاسبوع هذا حزين جدا. علاش؟ لما شاهدته معناها من اعمال شغب كبيرة بالبرلمان التونسي، لما شاهدته معناها من فما اعتداء كبير، اعتداء معناه بالحق، اعتداء سار. دم سيل. الاحتجاجات في تونس تكاد تكون في كل المجالات، فقدان الغاز معناه في تونس عمرها ما صارت في الدنيا. تونس الى اين؟ رئيس الجمهورية معناه هل مش يطبق فصل 80 من الدستور؟ لكن في الحقيقة معناها زاد فما شوية تفاؤل، شفتوا من الجمعيات الخيرية خاصة انه الشتاء على الابواب. تحية شكر للفنان كدوريب باعتباره أنه مش يقوم بترميم العديد من المدارس، وهذه يمكن معناها نوعا من الأمل للتوانسة، ونقوله معناها التونسي ديما في قلب الرحمة وربي قدر الخير. يعطيك الصحة سي محسن. عن يساري سي عبد الكريم بوشوش اللاعب السابق للترجي، مرحبا بك. أهلا بك رمزي، أهلا بالحضور، أهلا بمشاهدي قناتنا الجنوبية وبالتحديد كواليس الملاعب. نضم صوتي لزميلي سي غرسي. يعني اللي صاير شفناه في البرلمان يعطينا فكره شامله على شنو صاير في تونس. يعني كي تشوف الصاير وتشوف دماء يعني تجري وتشوف عيات وتشوف عباد دايخين وتشوف يعني صوره مقرفه لتونس اللي كنا نتصوروها باش نلقاو رواحنا في نقولوا احنا في عهد جديد وديمقراطيه وكلام ودنيا كل. اليوم انا كي نشوف هكاك ماش عندي جيش باش نحكي على الكوره وعلى التجاوزات اللي فما كل شيء. اذا الناس اللي يعني نقولوا احنا اخترناهم وحاطيناهم في البرلمان باش يكونوا في مستوى يعني حاجات امال التوانسه الكل، طلعنا يعني غالطين في برشا حاجات، والعلم لله وين ماشيين، ربي قدر الخير. يعني نقولوا احنا الكوره من ما تعتبر حاجه ماذا بيه ما نحكيش عليها قدام اللي ريتو. يعطيك الصحه سي عبد الكريم. الاستاذ رمزي السمراني كان عن يميني اليوم عن يساري، ديما في القلب، مرحبا بك سي رمزي. يعطيك شويه، شكرا مره اخرى، مرحبا بالساده المشاهدين. بكل ايجاز انا الدخله نتاعي باش تكون في شكل تعزيه للسيد عبد السلام اليونسي رئيس الهيئه المديره للنادي الافريقي اللي فقد والده. نقول ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وان شاء الله ربي يسكنه فسيح جناته، وان شاء الله ربي يصبركم على فريقه. يعطيك الصحه سي رمزي. كذلك سجلنا وفاه اسماعيل البقلوتي الرئيس السابق للنادي الصفاقسي، تعازينا كيف كيف. قبل ما نعطيكم الكلمه نحب نعطي خبر، فما اصابه لاعب منتخب الاوسط، إصابة بليغة، ملاعبي اسمه لوريمي، بعد التحاليل وإخضاعه المشي وجاي ظهر السيد عنده كورونا، والجامعة التونسية لكرة القدم متحفظة على المسألة كخبر. حسان القابسي ولا هو المدرب الجديد
الاتحاد بن قردين خلفا لرمزي جرمود اللي قال معناها ما عادش نجم نخدم. عديد الاخبار باش نعطيو لكم حصرين، لكن قبل ما هذا الكل نقولوا انه الكره في تونس فجاه رجعت، فجاه بقدره قادر تاكد ان وديع الجريء فوق السلطه. وديع الجريء بامر غير مكتوب من رئيس الحكومه اجتمع رئيس مش رئيس اجتمع وزير الرياضه بوزير الصحه وخرج قرار وديزيناسيون حاضره. كي شكون يحب يبدا في التعليق على هذا؟ تفضل سي نبدا انيس. قلت رجعت البطوله، انا نربطها بحاجه اخرى. مشاو اليوم لمجلس النواب، قابلوا رئيس مجلس النواب، لبسوه كشكول بتاع الهلال الشابي، وتغدوا رجعت الكره. هنا سؤال كبير سي محسن. والله سؤال كبير، معناها المشكله ان اليوم اذا كان وديع الجريء بالقوه هذه امام معناها الدوله، امام الدوله التونسيه اللي عندها تاريخ معناها في الاداره وفي النظام وفي التنظم وكل، اليوم معناها جامعه تحكم باحكامها، ولا محاله مش كان هي اللي تحكم باحكامها، معناها كل فما جماعات اخرين، معناها اين السلط؟ اين القانون؟ البلاد وين ماشيه؟ معناها كل يندرى معناها كل واحد يحكم باحكامه، وكل واحد عنده دوله. معناها الجامعه نتاع الكره، الجامعه التونسيه لكره القدم، معناها اعتقد اني ما يلزمش تكون فوق القانون. اليوم راهو فما مساله نتاع امن قومي. اليوم معناها كيف تحكي على المساله نتاع الشابه، معناها كل راهي كيما قلت المره اللي فاتت، مش مشكله الشوابيه فقط، ترى هذه مشكله نتاع امن قومي. اليوم معناها فما وقفه احتجاجيه معناها في القصبه، واضراب عام معناها في الشابه، وما ستليه من تحركات معناها اجتماعيه، والماشيين يا خويا. هو رئيس الحكومه والماشيين يا خويا. رئيس الحكومه سي محسن اذن، شكون باش نلومه؟ اللوم رئيس الحكومه، واللوم وزير الشباب والرياضه زاد كل. اليوم يلزم يفعل وزير الرياضه عاجز، يلزم يفعل عنده شهرين، عنده شهرين الحكايه من 20 اكتوبر، يلزم يفعل فصل 21، يلزم يفعل الفصل 21، خاطر المساله هذه خذات معنا اشواط كبيره. اليوم مع الناس ما عادش تحكي على الكره برك، ان اليوم الناس خايف على ارزاقها معناها في المنطقه الساحليه، معناها كل الى متى هذا؟ يلزم نلقاو الحل وبالسرعه القصوى. هذه تصاور بالكشكول ومعناها دخل السياسه معناها في الرياضه. اليوم دخلوا السياسه في الرياضه، فما مساله نتاع امن قومي، يلزم اليوم رئيس الحكومه ياخذ القرار بالسرعه القصوى. ما كانش راهو مع شعرنا بطوله. رئيس الحكومه ياخذ شنيه؟ يا اذن برجاحه يا سي محسن، وين توا وين باش ناخذوا؟ معناها رجاء، معناها خلينا نسميه الاشياء انا قلت لك رئيس الحكومه بامر غير مكتوب طلب، هاك نفهموا الناس بالدارجه بالفلاق، طلب من وزير الرياضه وزير الصحه يجتمعوا ويخرجوا اوراقه ويتصوروا للناس ويخرجوا. غدوا بالله سامحني، كان الشابه تربح القضيه ضد الجامعه التونسيه هذاك حتى 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 تربح. سي عبد الكريم، صوره مشوهه لوزيري الرياضه والصحه، تصويره على السلامه بوس خالك بوس عمك، هكا قررنا باش ترجع البطوله وتصبح على خير. تفضل. انا نحب نقول اللي ما يروج له السيد وديع الجري من ان ما فماش تداخل السياسه في الرياضه، ظهر بالكشف اللي السياسه هي متداخله في الرياضه كما نقولوا احنا بلغتنا العاميه سامحوني للعنكوش. يعني لو كان ما فماش تداخل، راهو السيد وديع الجري راهو مش في الموضع هذا القوي اللي عامل يعني على طلق ذراعه، وفما ناس قاعده تساند فيه يعني من السلطه يعني من الكبار، يعني ماشيين في ثنيه الحق شيء يوجع، يعني مش هذيك الثنيه الصحيحه. موجود تداخل، ونعلموا احنا اللي فما تداخل سينو راهو ما ترجعش الكوره، ما ترجعش شنو اللي نزربوا احنا على الكوره، والزربه هذه كما قلت انت يعني السيد الوزير، انا نشكره السيد وزير الشباب والرياضه، عمل اللي عليه، اما ما يطيح رطل الكيلو يعني فما محكوم فيه. اي رئيس الحكومه محكوم فيه، انا في بلاصتو، انا نقرر ومشيت بحسب القوانين ومشيت حسب اللي يلزمو يتعمل، فما ظالم وفما مظلوم وفما واحد، والله انا قدم استقالتي. يا سعد يعني قاعد نخدم مع ناس
سمحني الفصل 21 راهو مش بدعة، وقع استعماله في العديد من المرات. اليوم معناها القرار نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم الناس كل تقول غلط بما فيه وزير الرياضة. انت تقول غلط خذ القرار يا اخوي. الفصل 21 راهو هذاك علاش مجعول هو، كيف الجامعة من الجامعات معناها تولي تحكم بحكامها وتحكم خلافا معنى القانون، خاصة معنى كي يبدا معنى الامور معنى واضحة كما اللي صاير معنى مع الشاب. يا خويا خذ الموقف، وهذه شجاعة نتاع الوزير، ما علاش عاطينك وزير استاذ الفصل 21 النجم يمشي في الحالة هذه؟ لا في الحالة هذه بالذات لا ما نصورش، على خاطر الجامعة تقول انا اجتهدت وطبقت فصل، طبقت فصول بالقانون. اذا انت ماكش موافق على القرار نتاعي عندك طعن قدام الهيئات الدوليه وتحديدا الطاس، وهذاك اللي صار. لكن فصل 21 كنت تفعيله في حاجات اخرى، يعني الفساد اللي قاعدين نحكيوا عليه شفنا التقرير نتاع المره اللي فاتت. ومن بين الحاجات انه كما توا كان يحكي سي عبد الكريم انه التداخل السياسي في الرياضي هذا يعني واضح مش واضح بركه. هو رئيس الجامعه كان في اكثر من مناسبه صرح انه كان خدم الحمله الانتخابيه نتاع السيد يوسف الشاهد، ثم ذكر صراحه في حصه تلفزيونيه انه من مداعمي الشيخ السيد راشد الغنوش، وبالتالي انت تعترف وتتبجح بانخراطك في العمل السياسي، ما تجيش بعد تقولها فما تداخل سياسي في الرياضه باش نمشي للفيفا باش. حبيت نرجع كان تفضل 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 حبيت نرجع لحكاية الرجوع للفجئي للبطولة. هو كان فما مذكرة صدرت على سلطة الإشراف وزير الشباب والرياضة تحديدا في إيقاف النشاط البطولة إلى حين اجتماع اللجنة الطبية بالوزارة وزارة الصحة لتقرير موعد عودة نشاط البطولة. كان مقرر أنه باش تصير الاجتماع نهار 6 ديسمبر، لكن وقع تقديمه ب 24 ساعة وصار الاجتماع بين وزير الصحة ووزير الشباب والرياضة تاريخ 5 ديسمبر، وتم الإقرار أنه باش ترجع للبطولة وباش تحافظ على الموعد نتاعها. كان مقرر الجولة باش تلعب على السبت وحد، ولي تلعب كلها نهار الأحد. لهنا الحاجة الإشكالية لو خلينا نحكيو على قوة رئيس الجامعة، لكن قوة رئيس الجامعة قابل وضعف سلطة الإشراف، خاطر يخلي الثقة مهزوزة في سلطة الإشراف وقت اللي أنت تعطي موعد وبعد تتراجع فيه وبعد تقول مش بتصير بطولة وبعد لا تصير بطولة. والأكثر من هذا الكل أنه كل الجمعيات كانت متأكدة أنه البطولة بتلعب في الوقت نتاعها، الجمعيات الكل كانت تعرف الجولة باش تصير، والناس الكل كانت محضرة رواحها، وبالتالي في اللاوعي نتاعهم الناس الكل والجمعيات الكل كانوا يعرفوا أنه قرار رئيس الجامعة باش يكون أقوى ونافذ من قرار سلطة الإشراف، يعني يصدر على سيد وزير الشباب والرياضة مع كامل الاحترام لسيد الشباب والرياضة لأنه فعلا رجل يحترم ورجل يفرض الاحترام. ولكن قالوا سيد الوزير مش هكا الأمور تدار، إذا كان خديتوا قرار تمشيوا فيه للآخر، وإذا كان تاخذ قرار وما تنجمش تمشيه وتتراجع فيه كما قال سي عبد الكريم تكون الاستقالة نتاعك أكرم. هكا ما استقالش، والدليل وانه مشى للصوره المشوهه اللي خرجته معناها في اطار اخر، في اطار واحنا نعرفوا الساده الحضور يعني حتى الناس نعرفوا الجهه التي تدخلت وضغطت على رئيس الحكومه. نعم. واليوم ما ناش باش نسميوها ولكن نعرفوها، وكالجهه ذي عندها فريق يلعب في الرابطه الاولى، وهاو تو نقول لكم عليه وتو نحطوها في جواب الفريق هذا ماهوش باش يطيح، خذوها عندكم وكبعد حسبوني عليها. سيانيس طلبت الكلمة تفضل. أي سي رمزي، الوضعية اللي موجودة توا في البلاد وضعية مسترابة نوعا ما. وقت اللي نشوفوا احنا انسحاب الشرطة وانسحاب الحرس وانسحاب الجيش أخيرا، ومما أدى إلى فوضى عارمة في الشابة، والبارح وقعت سرقة بتاع 5 موتورات بتاع فليك من المستودع البلدي، وذوما باش يستعملون للحرق. يعني لهنا يعني هذه تداعيات، هذه تداعيات، ثم خطر داهم. والغريب كونه للامانه ما ثمش سلطه تحكم. طبعا ما دام انسحب الامن وانسحب معناها الجيش وانسحبت الناس كل والمعتمد شوف معناها احواله، يعني الاشكاليات معناها الحقيقه رئيس الحكومه ينتصر الوديع الجري ويخلي بلاد هكاك، مش معقول هذا. يعني ينسحبوا تنفيذا للتعليمات. طبعا ما تعليمات سي عبد الكريم عندك اضافه؟ انا نقول اذا سلطه الاشراف عجزت باش تاخذ حق هلال الشابه المظلوم، اي باش تاخذ حق هلال الشابه ان شاء الله القضاء ينصف، خاطر بعدك التقرير اللي شفناه لا مازلت فيه الاجراءات طويله. هذاك يحب لك ليه ما نعرفش لا سي عبد الكريم، احنا توا نحبوا انصاف هلال الشابه. البطوله بدات، هلال الشابة صاحب حق،
سرق في حقه. رئيس الحكومة تدخل وأنا نعرف بأمر غير مكتوب، معناه مذكرة غير مكتوبة بالتليفون. رجعنا للتعليمات وأنا مستعد لأي مساعدة. السيد معناها حق الشابة ما يلزمش يضيع خاطر احنا باش ناخذوا بخاطر فلان ولا ندخل له فلتان. رجاء نحن الثورة علاش تعملت في تونس؟ تفضل سي معصم. تو الأستاذ يقول انه الفصل 21 ما نجموش نطبقوه معناها في المجال هذا. تو هو الوزير الشباب والرياضة. انا جوست باش نوضح لك سامحني موقفي، هو حكى على القرار نتاع الجامعة في تجميد هلال الشباب. ايه لا قلت في النقطة هذه لا، خاطر الجامعة تقول انا اجتهدت وطبقت فصول. إيه لكن لكن سلطة الشرف، سلطة الشرف بعثت للجامعة، بعد صدور القرار، بعد صدور قرار يا سي محسن، بعد صدور قرار الجامعة. قلنا نجم نفعلوه الفصل 21 في حالات يا أستاذ أنت معناها قوانين وفصول ودنيا كل هكا بتليفون من رئيس الحكومة تغير كل شيء عليها. احنا ماشيين لبعيد وسي محسن يحكي لنا على الفصل 21. لا لا هنا في تونس ثبت وكلام المسؤولية عندي كلام على لساني. مش معقول السيد رئيس الحكومة ينتصر لوديع الجري على حساب هلال الشاب، على حساب جهة كاملة. احنا اليوم نقولوا الكلام هذا رو معناها حتى لا تتكرر المآسي مرة أخرى. وهو نعطيكم نبيل معلول مثلا، سمعت شهادته ما خالش اللي وديع الجري أخطأ في هذا الملف عبد الكريم؟ قال ولا ما قالش؟ ايش معناه؟ معناه ما يشبه الاجماع. احنا اليوم فصول القانونيه في تونس ما عادش باش نحكيو عليها، لانه ثبت بالكشف وانه كل واحد يدز الشيره. ورئيس الحكومه هكا سي المشيشي معناه ما احترامي ليه وما احترامي لتوجهاته، ويقول انا باش نغير وجه تونس. كيفاه باش تغير وجه تونس؟ كيفاه؟ هاد غيرت في العكس. في العكس يعني. هكا ولا يا استاذ؟ اكيد باهي. فما سي ابراهيم بن خالد كان عضو رابطة الوطنية للهواة، اتصل بيا معناها قبل ما ندخل البلاتو وقال لي قرار استدعاء ولا المذكرة اللي تبعثت التوفيق المكشر على كل 10 تدوينات الجدد اجلوه، قال لي قرار خاطئ. استاذ كيفاش تشوفوا انت؟ قال لي هو هبط للقسم الرابع، انت هبطتوا للقسم الرابع، اليوم على شنو باش تحاسبوا؟ هل هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هو اجتهاد. فما شق يقول انه طالما انه وقع تجميد هلال الشابة معاش فما حق، معاش فما إمكانية في إحالة الرئيس على لجنة أخلاقية في الجامعة. لكن يظهر لي رأيي الشخصي انه القرار هذا يظهر لي يعني صعيب بعيد شوية، لانه هلال الشابة وقع تجميدها مش حل الجمعية، يعني مازال الجمعية تنشح في الأقسام السفلى. ولكن انا في رأي انه انا لا اشارطر هذا الرأي، صراحة لا اشارطر هذا الرأي. مراه صعيب شوي. سي محسن بالله سامحني سي محسن، الزملاء بالله يشوفونا سنان بن سعد تدخل يحب يتدخل العضو القار بالله يسامحوني. ها تفضل سي محسن. هو انا نعتقد انه الكلام تاع سي برهان معناه كلام معقول. علاش؟ انت من ناحيه انك جمدت الجمعيه، دونك شنو الصفه اللي تحكي بها مع رئيس هلال الشاب؟ انت مجمدو أنا الإنسان بعد التجميد على الأقل كيف يعمل تصريح ولا كي يتكلم ولا كذا، علاش باش تحاسب؟ بالنسبة للوديع الجري ما عادش فما الشابة ما عادش موجودة بالنسبة لي. إيه صحيح علاش فشنو شو اللي مش تحاسبني عليه معناها كل من تصريحات؟ وشوف معناها تنخرط ولا لا؟ شوف نخرط ولا لا؟ علاش مش تحاسبني أنت؟ الشابة تجمدت ما تحلتش بموجب قرار ماهوش بات. وبالتالي مازالت عندها مازالت موجوده جمعيه هلال الشباب، كيان هلال الشباب مازال موجود. لكن القرار والله بلي رمزي تو نورمال شنو اللي صاير في تونس تو مع الازمه الاقتصاديه والازمه نتاع السيوله نتاع الفلوس خاصه اون ديفيز، واحنا نجبروا الفرق نتاعنا باش يمشيوا معناها يخسروا الفلوس. هلال الشباب تو فما 200,000 دولار معناها أكثر من 600 مليون معناها تم اخراجه. وقولوا البلاد في ازمه، كلام متناقض. كيفاش هذه؟ شنو مساله التحكيم الرياضي والجلسه الخارقه للعاده اللي معناها نحات التحكيم الرياضي من في تونس معناها بالحق؟ هذيك تو هذاك قرار وطني، هذاك تو فساد. هذا طبعا معناها الجمعيات صوتوا عليه جمعيات اي جوستومون دونك كيل كادر. يعطيكم الصحة سي سنان معنا. اهلا بيك سي سنان. اهلا بيك وبيك
خويا رمزي. مرحبا بذوق الكرام. بارك الله فيك. احنا العنوان نتاع الشابيتر هذا سميناه وديع الجريء فوق السلطه، وانت عضو مكتب جامعي سابق، اش تقول؟ الو، نسمع فيك. معانا سي سنان. وي خويا رمزي تفضل. قلت لك المحور هذا سميناه وديع الجريء فوق السلطة، خاصة بعد تدخل رئيس الحكومة ليأذن لوزيري الرياضة والصحة، معناها ما فماش كوفيد، معناها كوفيد معناها الناس ترقد من الثمانية وفل الكورة موجودة ولا وشي ما فم، معناها الحقيقة فما لخبطة، فما ما يشبه معناها وجع، يعني ما نحبش نصورها قاتمة البلاد هذه، ولكن كي تدخل رئيس الحكومة في الرياضة الحقيقه تولي من المساله فوق كل معناها طاقه الاحتمال. تفضل سي سنان. وي رمزي باهي، ما تبعتكش بالباهي، تبقي لنا بليز او موان سمعتك. صحيح اليوم نقول لك حاجه بكل صراحه، ثم زوز من الناس يجموا حسب تقدير الخاص يجموا ياثروا على وديع الجري، هو السيد راشد غنوجي ولا حمدي المدب. وهنا يجرني معناها بكل صراحه، يعني السيد حمدي المدب رئيس معناها شيخ الأندية كان عنده كلمة وتمنيته لو خذيه هو المبادرة، والمبادرة عملتها النجم الساحلي يعملها هو، خاطر أنا نعرف كون الجمعيات تتبعوا وهو مسموع ووديع ما يردوش كلمة. وهنا يجرني الموضوع باش مش نحكي عن التضامن، روح التضامن وللأسف في كورتنا ولات غايبة، رغم الفيفا الاتحاد الفيفا ديما في كلامه في بلاغاته ديما يحكي عن التضامن، واخرتها بمناسبه الكورونا عمل مخطط نتاع التضامن اللي اعطيه فيه الجمعيات مليون دولار، معناها مليار 3 مليارات فلوسنا احنا للانديه معناها لجمعتنا، واعطاهم 500 الف دولار للكره النسائيه، وحط على ذمتهم 5 مليون دولار معناها ما يقارب 15 مليار كمعناها قروض من غير انتريس من غير فائده. لكن وللاسف معناها اوزر هي معناها الفيفا في روحها كيفاش معناها تحفظ على التضامن، واحنا التضامن اليوم مع الهلال الشابه كان معناها مفقود، الجمعيات الكل معناها خلاته وحده، وهذا ما يليقش بالكوره وبالروح الاولمبيه وبالروح الرياضه بصفه عامه. صحيح الجمعيات معناها كما يقولوها معناها رقبهم معناها تحت السيف مسلط عليهم كلهم بشيكات، كلهم معناها ما ينجموش يتكلموا ما ينجموا يعملوا حتى شيء، وشال لهم ذمتهم وديع، الجمعيه اللي تخالفوا يجب غوزيكاي معناها يصب لها سياسه وترسي رئيس الجمعيه معناها في الحبس لا قدر الله. هنا موضوع يجر الموضوع وديع جريء وكانه ولا مؤثر بحية لو كان على دخل فلوس. الفلوس بارك الله دخلته وظلها من فيفا قداش؟ عنده حق في رئيس الهلال الشاب يقول لك وين الفلوس؟ كيف عطاتك؟ باش تقول كيف عطات الفلوس هذه بور ريديماري معناها بور سوفي الفوتبول ريديماري. هي يا خويا هذه فرصه باش تعطي الجمعيات، الجمعيات وراي قاعده تعاني، ما عندها حتى شيء. ما عندي حتى موارد، لا بلديات تعطي، لا سلطة الإشراف تعطي، لا ثم سبونسرينج، لا ثم حتى شيء. وبالتالي الفلوس هذه كان بالأحرى في وديع يفرقها على الجمعيات. وهو وأنا نقول لك حاجة تذكر معناها كونه رفع معناها في التنقلات من 8 إلى 10، أنا بالنسبة لي باش حد يدخل فلوس، تعرف كونه كل تنقل معناها مشوار محترف إلا ويدفع معناها فلوس الجامعة. يدفع بمقدار 5% و3% أنت والرابطات. وإذا كان لاعب معناها دولي يدفع 5% زادة من الصفقة كاملة، وبالتالي الفلوس موجودة. وفي وديع نقول لك حاجة، الجامعة التونسية في 4 سنوات تاخذ بما يعادل 6 مليون دولار، معناها 6 مليارات يعني. كيف؟ 6 مليارات. كيف؟ 6 مليارات يعني. لا 6 مليون دولار معناها 18 مليار. 18 مليار. تاخذ هاو كيفاش؟ عندك تاخذ مليار معناها 3 مليارات نحكيو بفلوسنا احنا 3 مليارات كل عام للتسيير، وعندها 6 مليارات 4 سنين باش تعمل فيها مشاريع. هذيك المشاريع نتاع دار الحكام ونتاع اي نعرف كنا قدمناها كل برامج فيفا. هذيك كل برامج فيفا. والسنه يوخر ويقدم في وديع، وحتى الجمعيات الصغيره اللي ما كانتش
تدفع معلومة الانخراط سنة ولا تدفع 530 دينار، والجمعيات حتى ما عندهاش سينيور ما كانت تدفع ولا تدفع، المطبوعات الكل ناهيك مثلا الفينيات نتاع ليكول نتاع المدارس كانت 5 دينارات ولات 10، الفينيات نتاع الجونيور كانت 15 ولات 30، معناها في وديع وكأن الجمعيات عملها باش يدخل منها الفلوس. هاك علاش تو يقول لك فلوس وعنده الفلوس وعنده الفلوس، سيفري الفلوس. تعرف نقول لك حاجه خويا رمزي، الجمعيات الكبرى ما يفوق المليار كل عام يدفعوا للجامعه، وكونتر بارتيش تعطيهم الجامعه غير تفرق عليهم كميه لميات كالفتات المتاتي من حقوق البحث، وهذا بكل صراحه عيب، وكانه معاملها معناها باش يدخل منها الفلوس. وانا نقول لك هو قاعد يتحسب، لا قدر الله لا قدر الله كان ما ترشحوش لكاس العالم وما تدخلناش 22 مليار، معناها من الواحد ما نعرفش شفتوه هو خذي بوكو دونجاجمون الا يصعب تداركه لا قدر الله اذا كان ما نشوفش كاس العالم. يعطيك الصحة سي سنان، بارك الله فيك، إن شاء الله الخميس القادم نلتقي، بارك الله فيك، تصبح على محبة، إلى اللقاء. شفتوا معناها الجامعة معناها أموال هابطة على اليمين وعلى اليسار، لذلك معناها وديع الجري مصر على البقاء أكثر وقت ممكن. سي محسن يا خويا كي تشوف الكمية الهائلة هذه من الفلوس بالدينار التونسي وبالديفيز وكل، سي نورمال يعمل المستحيل أنه باش ما يخرجش أكيد. سينيس والله العظيم يعجز اللسان على الكلام. تعليق على كلام سي سنان أستاذ. أنا لفت انتباهي حاجة بصراحة، كي قال الناس اللي نجموا يأثروا على سي وديع حمدي المدب، بصراحة كلام نعتبره خطير، خاطر يعني يحمل تأويل مبطن، ينجم يحمل قراءة بين الأسطر. شنو معناها حمدي المدب يتدلل على، مانيش نرمي في التهمة. اي طبعا ايه. فقط انا نعلق على كلامه. طبعا نعلق. شنو معناها حمدي المدب عنده دلال على وديع الجاري، المبادرة اللي عملتها نجم الساحلي كان عملها حمدي المدب من مكان ينجم يكون عندها مفعول أقوى. هذا تخلي باب التأويلات يتحل، تخلي الناس تقرأ بين الأسطر، تخلي الناس تنجم تمشي بعيد في تفسير الكلام اللي قالوا هذا، لأنه من المفروض أنه الجامعة تكون على نفس المسافة من نفس من كل الفرق من كل الرؤساء، فماش فرق بين رئيس الترجي ورئيس بن قردان ورئيس نادي الفريق ورئيس المتلاوي. المفروض أن تكون الجامعة على نفس المسافة من كل الفرق. كلام كما هذا بصراحة بعيدا عن كل تأويل. سي عبد الكريم باش نعطيك الكلمة، نقول معناها للرأي العام، تتفكروا البيان اللي خرجوا حمدي المدب معناها فيما يخص بوشماوي والجري، تفكروه ولا؟ هو لم ينتصر لا للجري ولم يكن إلى جانب بوشماوي، وهذا يعني أن الرجلين يلتقيان على نفس البلاصة. لذلك الكلام أنا فهمته نتاع سنان فيه برشا ألغاز، فيه برشا رسائل، والأكيد أنه وديع الجري يأتمر وكان على مسؤوليتي باللي يقوله له حمدي المدب. تفضل سي عبد الكريم. حاجة يحتمل تجاهلوها أنتم سي سنان، يعني فضل. هو حمدي المدب في خلاف مع وديع الجري ومنذ دور النهائي، منذ لا منذ الانتخابات اللي ما فماش انتخابات، فما دور النهائي للكأس نتاع الفيفا ساعة قبل نتاع الكاف نتاع الكاف. أنا كنت نحكي والراي هذاك اللي خذاه، أنا كنت نحكي لك خلاف. وحاجة أخرى، أنا مش ندافع على حمدي المدب ولا رئيس جمعيتي وصديقي وكل شيء، ولكن كي يبدا غالط نقول السيد حمدي المدب الصورة اللي ماخذينها الناس عليه اللي هو يعني عنده سلطه على وديع الجري، يحتمل هو تقابل معاه يمكن مره ولا اثنين في 8 سنين هذم الكل، فما اشخاص اخرين ربما انترميدير هما اللي عندهم علاقه رياض بن نور مثلا اي، ولكن حمدي المدب بعيد كل البعد ويمكن تقابلش معاه مره ولا اثنين، ولحد الساعه هذه انا اللي نكلم فيك عمره ما كان موافق لا تنحيه الشابه ولا عمره يعني موقفه مخالف. سمع سمعني رجع سي عبد الكريم بوشوشه، علاش نجح سعد بقير في السعوديه؟ نجح حتى في تونس نجحوا. اي؟ اي يعني نجح لانه لاعب منضبط. اي؟ ونوعيه اللاعبين هذوك اللي يصنعوا اللعب. يعني برشا. مفقودين. يعني امكانياته الفنيه هي اللي خلاته يعني وطبيعته وعقوليته وجديته. ما فماش علاش ما ينجحش، يعني انا كنت نتصور انه ينجح
داير في الاسبيرونس. لا شنو تتصور هو نجح هو نجح يعني لا من الاول يعني تصور قبل ما يمشي لا حتى قبل ما يمشي ظهر يا اخي نقولوا مفاتيح النجاح يعني معروفين هي الجديه والانضباط وعنده زيد فني كبير يعني في وقت من الاوقات تظلم في الترجي يعني وزعما تم الاعتداء عليه ما تنساهاش هذيك وقتها تم معناها في ماتش بعد ماتش في شل زويتن وهجموا عليه الجمهور في التمارين في التمارين طبعا فوضى هذيك سعد بقير نجح وقت اللي فما برشا توانسه كنا متوقعين انهم ينجحوا وخرجوا دي ستار من هوني من تونس وما نجحوش سعد بقير نجح كما قال السي عبد الكريم هو جور تكنيك عنده في ساقيه البطوله السعوديه البلوز نتاعها يعني التيرانات نتاعها من اعلى مستوى زربيه يعني جور اللي عنده في ساقيه تكنيسيان يعني يلقى روحه مليح اون بليس التاقلم مع الاجواء نتاع البطوله السعوديه كان سريع بالنسبه لي هو هذه كلها عوامل لقى روحه في البوست اللي يرتاح فيها ماخو راحه كبيره في التيران دونك هذه كل العوامل خلته ينجم ينجح ومش من فراغ هو عنده باجاج اللي خلاه ينجم ينجح في بطوله اقوى من البطوله التونسيه. سي محسن كان تسمح تفضل نحب نرجع التصريح سنان بالحق انا مداخله نتاع سنان مش تصريح المداخله نتاع سنان نقول لك حاجه انه في اللي يحكم في الرياضه معنا حاليا بالحق فما ثالوث حمدي المدب احمد قعلول ووديع الجري واحمد قالوا لي شنو هي صفته؟ سامحني شنو صفته؟ الصفه كان تشوف انت الخلافات اللي صارت مع رئيس اللجنه الاولمبيه محرز بوصيان ما بين وديع الجري ومحرز بوصيان شكون كان الواسطه عاده في كل الحالات؟ هو احمد قالوا اللي ياتمر معناها بالكلام تاع الشيخ دونك كلامه صحيح سنان يقول لك راهو كان دخل الحمد المدب في الموضوع نتاع الشاب راهو تحل رجعتنا للشاب رجعتنا للشاب لا سامحني يا سي محسن فما فازة صارت فما حكاية صارت الجمعة ذي يا نيس هلال الشاب حب يلعب ماتش أميكار رجعنا أخويا خلينا نحكيه بالله احنا ما نكشفوا الكوارك هلال الشاب حب يلعب ماتش أميكار مع الملعب الصفاقسي وخلوا تو نبعث لك كار اتفقوا دنيا وكذا وكل شيء في النهار اللي مش يبعث له كار قالوا لا بطلنا المسؤولين هل هذا معقول؟ مش خايفين؟ خايفين سي نيس تفضل أصبحت تونس كدولة الخيوط اللعبة عند ناس كناطرية بالتليفون يقولوا كناطرية شيء دوخل أستاذ هل هذا معقول؟ شوف هو مش معقول بالطبيعة مش معقول بالكل ولكن أنا نحب نعاود نرجع نفس النقطة كي تقول لي سامحني كي تقول لي وديع جري يتمر بأمر حمدي المدب يعني حمدي المدب هو رئيس الجامعة هو اللي قرر هو اللي يسير في البطوله معناتها ايش باش نقول يعني انا نجم من اول ونقول اللي نحب معناتها في الحاله نجم نقوله مو في علاقه هي بالمسائل ما هي مربوطه ببعضها والدليل على ذلك لا خاطر كلام خطير كي يجي من عضو جامعي سابق يعرف ايش قاعد يحكي طبعا يعرف مش من فراغ هنا بالله هذه مساله نحب نحكي فيها باش حتى الراي العام يفهمنا هل من المعقول وزير الرياضه يخرج يبعث بلاغ يخرج بلاغ يقول راهو مازلنا ما فماش ماتشوات والدنيا وكذا نهار بعده ترجع البطوله خلينا نفهموا بالفلاقي خاطر نحن يظهر لي معناها مازالت الناس تتذاكى علينا خلينا نفصلوها يعني احنا هنا وخلنا في الكواليس وخلنا راهو نحن ننتمي الى تونس ولا نخشى لو ما تلائم وما عندنا ما نخسروا وخسروا باش يقولوا كان عندك ريح ذري عشرة صحيت الكلمه المشهوره قالها واحد اخر في البرلمان يعني الوزاره نتاع الرياضه اللي جاوا في فتره وديع جري كيفاش خرجوا تفهم على شكون قاعدين نحكي اي سمعني هنا وكانه ولات بخلاف اللي اللعبه مكشوفه تلقى انت معناها وزير قلت لك يبعث بيان يبعث بلاغ يقول ما فماش كوره نهار بيدو هذاك يتلعب فيه ماتشوات البطوله انا كلمني واحد والله بالرسمي خلي توا سيدي بوزيد اولمبيك سيدي بوزيد الكار نتاع سيدي بوزيد في القنطره نتاع رادس يا اخي كيفاش وهذا واحد اثنين بالله هيك عوده الانشطه نتاع الاكاديميات نتاع الشبان هذيك هكا في القروان عملوا تورنوا وك الصغار لا بافيتات لا شيء والدنيا مهمله والدنيا ورئيس الرابطه غادي والدنيا يعني المساله وكانها معناها نحكموا نحن وحدنا
ولا كل القولة نتاع الاخر ذاك اللي يقوم الصباح هو اللي يحكم. جناح ولا يا اخي هذه الكره معناها هذه كرتنا. لا لا في كل شيء في كل شيء. اما هذا وديع الجري عامل دوله وحده بالله يا زملاء. كان عندكم تصاور نتاع الاكاديميات نتاع القروان حطوهم لنا بالله. بعد تفضل سي عبد الكريم واحنا نحكيو احنا ديما نحب نخور راهو نحكيو وكأن في الصالون ناخذ في الدار نحكيو شويه منا وشويه منا وما عندنا حتى مشكل وما عندناش لا كونديكتور لا عندنا شيء. احنا نحكيو على البلاد هذه كيفاش تصير. تفضل سي عبد الكريم سامحني. تصحيح وضع اي اللي يظن انه حمدي المدب عنده تاثير على وديع الجيري راهو غلط. هذه صدقني انت تعرفني نعرف برشا خفايا ونعرف برشا حاجات. الاسبيرانس يا سي عبد الكريم في وقت سامحني في وقت سي وديع الجيري سامحني خلينا سي عبد الكريم رجع لك عدينا الفيتيير اخويا نتاع الشبان نتاع القروان نتاع دوره الاكاديميات وراجعين للبلاتو. تفضل رجعنا لكم بعد ما تفرجنا في الفيتير في النهار في القروان هكا 500 طفل هكا تصور معناها تاكد في وقت سمحوني معناها في وقت اللي معناها وديع الجري الغى البطولات نتاع الشبان. معناها هل هذا معقول؟ مش هذا تناقض؟ معناها بالله ينوروني. وكعندنا تصور اخرين نتاع تيراج وصور نتاع بطوله اخرى باش تلعب في الشبان في مدنين هكا باش نوريوها. تفضلوا اخويا اللي يحب ياخذ الكلمه ياخذ. فوضى فوضى يعني اكثر من فوضى شنو تحب تقول؟ ما هيش فوضى لا ما لسه اسمه لا سمينا هذه امور ممنهجه لتفكيك الدوله. هذه امور ممنهجه لتفكيك الدوله. من المستفيد؟ لا سمحني هذيك مره حاجه اخرى دخل جزء الخطر الرياضه واحنا نعرفوا الناس الكل كونه هي جزء من لا يتجزا من الدوله. ما نعيش تحكي كون الرياضه سياسه اما اما لهنا راهي ممنهجه. فما تسيب كبير فما تسيب كبير معناها في كل الادارات معناها نتاع الدوله.
اليوم اكثر كيف نلقاو اللوريمي لاعب المنتخب الوطني وما ادراك طلع مريض بالكورونا والناس متستر على الشيء هذا. هذه عاقب عليه القانون هذه. لا وديع ما عاقب عليه القانون. كي تشوف كي تشوف كي تشوف كي تشوف شباب كي تشوف شباب معناها كي ما علاش نحكي احنا وفتنا الصين معناها هكا القضاة قضاة مضربين على العمل تو الاسبوع الثالث ولا الرابع كان القضاة مش كان القضاة ولا والمهندسين المحاكم وعوين المحاكم وعوين المحاكم كتبة المحاكم يعني سعد كريم عندك تعليق؟ تضارب تضارب في الاراء بلاصه ما فيش من ناحيه ما فماش بطوله تاع شبان من ناحيه نشوفوا في الشبان هاو شنو نوريك كيف كيف مدنين الزملاء بالله يورينا ما مدنين تفضل خلينا واحد ونرجع لك استاذ تفرجوا اخويا او تيرجوا صور ودنيا وكذا والامور ماشيه عسل تفرجوا العمل الرياضي بجر ميدون رقم رقم لحظة رقم خمسة ولا بيك من هذا من الله لا نزال 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 زوجي ولا بيك من ولا ولا بيك من مين يتكلم إيش الاتحاد الرياضي بن قردان شو اللي بعد الاتحاد الرياضي بن طاوي رقم واحد رقم واحد الجمعية الرياضية بجربة لا يزديك رقم ستة ستة زرزيس اتحاد الترجي الرياضي زرزيس أولمبيك مدين ثلاثة الجمعية الرياضية بجربة أمل الرياضي بجربة خمسة الاتحاد الرياضي بتطاوين واحد اتحاد بن قردان أربعة أربعة واضح الأكيد أنه الصورة تغني عن كل تعليق ما نحبش نقول معناها شاهد ما شافش حاجة يظهر لي احنا هكا وضحنا ما يجب توضيح احنا في بالنا بطولة الشبان وقفت هكا تشوف في مدنينك الناس تيراج صور هذا تيراج صور شفنا في رابط القيروان كيفاش فما في التيران فما تقريبا 500 طفل صغير الغاء بطولة الشبان وإيقافها الموسم هذا بعد ما وقفوها الموسم الفارط بسبب تداعيات فيروس كورونا وللحفاظ على التباعد الاجتماعي في تيران فما 500 طفل كان عبد بطولة يظهر لي تكون من ناحية السلامة متاع الصغار يكون خير على خاطر في التيران باش تلقى 25 صغير مش تلقى 500 يعني كان خلق قاعدة البطولة لعبنا يظهر لي خير من الظروف اللي قاعدين نشوفوا فيها. خليهم في القراية. الحاجة الثانية سامحني. في القراية يقراوا. مش حتى في القراية هم يتوعوا الصغير بجنب القراية سبور باهي. فما حاجة أخرى زاد استفسار أنا علاش كان الشبان في كرة القدم وقفت البطولة نتاعهم الشبان في الباسكيت تتعاملت البرنامج نتاعهم باش يلعبوا البطولة بشكل عادي يعني الكورونا تضرب كان الفوت مش مغرومة الكورونا بالباسكيت ما فهمتش معناتها. والله شيء دوخ والله. أنا كيف الراشي هذا نقول مرحبا بالكامور الرياضي او تنسيقيات سعد كريم تفاعل يا خويا شو نقول لك الذي لا يعني بالكش البطوله هذه المصغره اللي باش تصير في مدنين مدنين مؤشره سوادي عطاهم ترخيص خاص يعني ما منعش عليهم سكرها على تونس كامله وخلى هذوكم ما عادش نفهم حد شيء خاص على الورق ما فماش بطوله وبعد اللي حب يعمل بطوله وعاملين هكا كل واحد حر وقرعه تو الزملاء يشيروا لي سمحوني ماهر بالصغير اللاعب ترجي عنده كورونا اخذوا اللاعبين الكل للاختبارات يا اخي معناها طلع هو ايجابي ان شاء الله ان شاء الله باللطف عليه ما نحبوا ان شاء الله الناس كل تكون لاباس لاعبين اطار فني اطار اداري لكن حبيت نرجع لك سامحني في قف بطولة الشبان كنت تذكر الجامعة قال ترى القرار على سلطة الإشراف أي. الوزارة هي اللي قررت حتى الوزارة هي اللي قررت زاد تأجيل البطولة في الأكابر يعني يعني قررت الوزارة نقسمهم هذا يساعدني ما نمشي معاه وهذا ما يساعدنيش نكسره وإذا كان الوزارة قررت شنو هذا شنو اللي قاعد يصير هذا في مدينة في القرية شنو معناتها
لكن الدورات متواصلة يا استاذ. هذه الكرة نتاع تونس كانت هذه اللخبطة اللي قاعدين نحكيوا هذه اللخبطة. النادي الافريقي مثلا حتى فما جماعة يلوموا عليا معناها يقولوا لي انت من ملف الملف ما تعملش حتى طونداري هكا. لا احنا نعطي ديما بعد البرنامج راهو احنا كيما نعاود ونقول رانا نحكيوا في كل شيء، عائلة تحكي على كل شيء. النادي الافريقي فرط على روحه في فرصة منع الانتداب أستاذ، وانت من أحباء النادي الأفريقي. اليونسي فعلها ولم يدفع، كان متوقعا وكنا نعرفوا أنه الكلام اللي تحكيه في رفع الانتداب وتوفير مبلغ 12 مليون دينار كنا نعرفوا أنه حربوشة جديدة فقط لإلهاء جماهير النادي الأفريقي على الحقيقة المرة اللي قاعدين نعيشوا فيها. كانت الجماهير دعات إلى وقفة احتجاجية في حديقة الرياضة نهار السبت، نهار الجمعة خرجنا سي عبد السلام اليونسي وقال انه تم توفير كامل المبلغ باش يقع رفع المنع من الانتداب. وكنت متاكد ومراهن حتى فما بعض الاشخاص القريبين مني قلت له انه راه ماهوش باش يصير هذا كله، وفي بدايه الاسبوع باش يتسبب يقول انه فما تعطيلات من البنك المركزي، وقت البنك المركزي بريء من الشيء هذا. حتى الوثيقه اللي هبطت على شبكه التواصل الاجتماعي نتاع احد افراد الهيئه المدير النادي الافريقي هو فقط مطلب في الحصول على رخصه لتحويل المبالغ وماهوش سويفت، معناه ما فماش حتى فلوس تبعثت وما فماش حتى اصلا المبلغ ماهوش متوفر الى حد الان. فما بقايا القسط الاول من قرض من عقد القطريه، فما القسط الثاني اللي باش يدخل في اخر الشهر هذا والا في بدايه الشهر القادم. مع سمعنا فما قرض في مبلغ 5 مليون دينار بضمان السيد حمادي بوصبيع، ممكن هذا كل يخلي المبلغ الكل يتوفر، لانه مش فقط 12 مليون دينار ويزمك توفره، لانه فما خطايا تدفعها في حدود 25% من المبلغ، خاطر كي تحول الفلوس للخارج مش بلاش، فما خطايا تدفعها تقريبا في حدود ربع المبلغ، يعني تقريبا في حدود 3 مليون دينار، يعني مطالبين باش نوفروا مبلغ قيمته تقريبا 15 مليون دينار يقع التحويل نتاعهم الخارج بعد الحصول على الاذون اللازمه من البنك المركزي، وبعد ما يجي سويفت في تحويل هذه المبالغ يكون الاطراف الدائنه تعلم الفيفا انه صار خلاص. طبعا نادي الفريق باش يتوجه للفيفا يقولوا راني خلصت وهو ما يفيد، الفيفا باش تثبت مع الاطراف الاخرين، واذا كان يقع التثبت من حصول خلاص في كافه الملفات في انه يقع رفع منع الانتداب. فقط نقطه واحده خاطر سئلت عليها برشا مرات حبيت نوضحها بالمناسبه، نقول انه لو كان يقع رفع منع الانتداب الاسبوع القادم او اللي بعده ان شاء الله، نقولوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن، فانه اللاعبين اللي جاوا للنادي الافريقي في اطار بعد فسخ العقد نتاعهم والا بعد انتهاء العقود نتاعهم من الفرق نتاعهم قبل الدخول للميركاتو، فانه ينجم استثنائيا يقع تاهيلهم دون انتظار الميركاتو نتاع الشتاء، اللي هما تقريبا 5 لاعبين اللي هما غيث اليفرني الحارس اللي هو الياس العامري ياسين العامري العفو، زين الدين او شمس الدين نغير، اي مش مهم خلينا نحكي بن عياده، حسين بن عياده هذا ممكن تأهيلهم 5 لاعبين هذا ممكن تأهيلهم قبل ميركاتو الشتوي. حسين عياده الاسبوع هذا زعما هدد وهرب للجزائر، لانه سيليونسي اعطاه مستحقات ماليه للنعيجي وبطمان لاخر الموسم وما اعطاهش هو فلوسه كامله لاخر الموسم. راسا المعلومه اللي عندي هذاك اعطيتك المعلومه زيد تاكد منها، ولكن احنا هكا نمشيو طيب اعطاه معناها اموال زايد على الاخرين. النجم الساحلي سي محسن تفضل ندلل عليك في حاجه، خذ وقت اللي انت تجيب لاعبين ما عندهمش كونترا مع جمعيتهم وتعمل كونترا ب 300,000 اورو، 300,000 اورو يعني تقريبا مليار تونسي، يعني 7 مليارات تزيريه، اللاعب من غير عقد من غير جمعيه، كيفاش صارت العمليه هذه؟ وبالمقابل عندك لا جوار واعد طفل صغير حمدي العبيدي ما شاء الله معناتها طالع، ولسعد دريدي في ظل عدم رفع المنع من الانتداب تقريبا كنا نستناو انه باش يكون لاعب اساسي، خرج برشا كلام يشوهوا في اللاعب يقولوا انه وكلاء الوكيل نتاعو يحب يهزوا لفرنسا، اتضح انه الهيئه المديره سلمته وقالت اعطيناه عقد وفرنا له عقد ممتاز ولكن هو رفض باش يرجع ورفض باش يسحب. اتضح انه لاعب في صح عقد في النادي الافريقي ب 5 سنوات عقد احتراف تعمله شهريه ب 500 دينار. سي محسن قبل ما نحكيو على النجم الساحلي، النادي البنزرتي عنده جوار اسمه الطيب زيتون تناول معناها ادويه منشطه. كي سالوه موقف تو عنده عام ما يلعبش. معناها باش تشوف معناها النوادي معناها ايش حاصل فيها من الداخل، هذاك علاش نحكيو احنا على الكواليس ونجيبوا منا شويه ومنا شوي، يعني كي سالوه خلى الطبيب نتاع ليكيب ولا نتاع السي بي هو اللي عطاني معناها الماده هذه اللي كليتها. مش غريبه، غاو نعطيك البطل الاولمبي اسامه الوسلاتي، اي معناها طلع بوزيتيف
معناها كي مشى يشارك في بطولة العالم معناها في ساحل العاج، وشكون السبب؟ ما عنده زوز طب يتبعوا فيه أعضاء في الجامعة نتاع التايكواندو، منهم تبيع زوز طب هذوما يخدموا في مركز الطب الرياضي أو وحده، معناها مش فريق فيه 30 معناها لاعب، هذا بطل أولمبي وسام الوساتي معروف ويتبعوا فيه كل، ومالوريزمون معناها خذا منشطات اللي تو معناها معقب عليها أربع سنوات. نعرف هذا اللي خرج تصويرته معناها قالوا له استقبلوا سامحوني معناها، وكلمت وأنا شخصيا أسامة الطرابلسي هذا أسلام الوسلاتي سامحني وخلي راهو أحمد قالوا له خدم بيا راهو التصويرة ما حبيتش، أنا حبيت نستضيفه هنا الحقيقة يا أخي، هو اعتذر سي عبد الكريم لطوال أول مرة عندها سنوات تقريبا انتصار مهم في بنزرت مع المدرب الجديد فييرا هذا، الميريت يعود لفييرا هذا ولا النفخة؟ لأنه نفخة كيف متغشش، لأنه يخلص 4 ملايين وفييرا هذا يخلص 35 مليون من الأول كي جاء، 35 مليون بالتونسي ولا 35 لا 35 ألف أورو هكذا، خلينا ناكد انا باش نعطي معناها تكون فما بريسيزيون. 3 مليار دولار على كل حال الانتصار نتاع كان عندنا صور زملاء عاد يهمنا كما عندناش مثال شاي تفضل. انتصار النجم الرياضي الساحلي يعني ما ينجمش يتبنى للمدرب الجديد اللي عنده جمعه من اللي جاء، فما خدمه خاطر تخدمت قبل كل شيء، والفضل يرجع للناس اللي قاعده تدرب قبل مجيء المدرب هذا. ربما حضور المدرب معنويا ما تعرف التوانسه يقمعوا البوبرتلا يمكن اكثر اهتمام واكثر نقولوا احنا جهد واكثر سيريو يعني ربما، ولكن الخدمه الرسمي هي للمدربين اللي موجودين يعني نفخه وما نعرفش شكون اخر معاه هما اللي كانوا سبب في هذا. ولكن هنا ما يلزمش الاطوال نقول واحنا نسألوا هل الاطوال قويه والا سيابي ضعيفه؟ نعرف سيابي ناقصه برشا ملاعبيه ما وصلتش. وانتدبت الجمعه هذه الخليل بنغورا كان عندنا تصويرته نتاع المضاه حطوا هنا تفضل يعني خليل بنغورا يظهر لي لعبت باغلبيه نتاع لاعبين من فريق الاوسط ولا حاجه هكا، حاجه عاديه باش النجم تنتصر، ولكن الانتصار هذا مهما يكون باش يكون عنده يعني دعم معنوي للنجم الرياضي الساحلي. احنا نعرفوا الربح يجيب الربح والخساره تجيب خساره، وربما النجم الرياضي الساحلي اذا يربح يعني المباراه نتاعو في بلاده الثانيه يولي يصبح عنده 6 بونتو، يصبح يعني ماشي في ثنيه صحيحه، ولو الامكانيات مش هي 100% ولكن معنويا احنا نعرفوا خلي البنغورا التونسي بصفه عامه يعني كلمه يعني تهز لفوق كلمه تهبط. سي عبد الكريم رو فما حوايج في الاطوال غريبه ياسر، تو تلقى بقيه الفروع يعني وما فماش سيوله ماليه وما همش خالصين للملاعبين، ويجيب لك اونترنور واجواب مخزر ب 35,000 اورو معناها تصور معناها باكثر مليارات معناها. وهذه مشكله. ويجيب لك عصام الحضري، انا نتفكر بالله سامحوني هنا نحب نعتذر لصديقنا نجيب الفتوحي الحارس السابق معناها والمدرب نتاع الحراس اللي كان في السعوديه الاسبوع اللي فات اتصل بينا وما نجمناش ناخذوه، معناها المعذره نقول له سامحنا وباش نجيبوك هنا بحذانا في البلاتو باش نحكيو على تام كبير اسمه حراس المرمى، معناها سي نجيب نعتذر لك وراني الحقيقه ما تجاوزتكش ولا كذا كما يقولوا، ولكن راني لضيق الوقت تفضل سي محسن وسامحني تفضل. هنا انا بالحق انا ما نتصورش انه كان فييرا حتى عرف الاسامي نتاع الملاعبيه نتاع النجم، هذه مشكلتنا معناها التوانسه يخدموا ويساهموا معناها بقسط كبير في النتيجه، ولكن الجائزه ولا النتيجه الباهيه ياخذها معناها البراني. معناها اليوم معناها مشكله لي جون ما نلقاش كيفاش حتى نوفر لهم معناها ابسط الاشياء معناها في التمارين، ما خلص جوارات السله كره السله، ومن بعد اليوم معناها الميزانيه كل نحطها معناها في الفوت ولشكون معناها نعطيها للناس براينيه. انا لا اعتقد اليوم في المدرب الاجنبي، بل اعتقد انه المدرب التونسي قادر معنا باش يعمل فرقة قوية، والأمثلة كثيرة معنا عندنا في المدربين التوانسة، وبصراحة ما يندبلك كان ظفرك راهو
اليوم معناها لازمنا نعطيو الفرصه للمدربين التوانسه خاطر هذاك المدربين هكا نفخه يخدم في الليتوال ب4 ملايين. ايه مش معقول ب4 ملايين كيفاش تحبوا يخدم هذايا قدامه واحد اللي معناه حتى اسامي الملاعبيه مازال ما يعرفهمش عاملين له كونترا ب 3 مليار دوات في العام راه مش شويه. بالله فما تدوينه سي انيس تدوينه حسين جنيح اللي علق عليها سي توفيق المكشر في تلفزه زميله معناها في تونسنا قال وانه معناها راهو عيب عليه وراني تكلمت مع ابوه. انت شفتها التدوينه نتاع حسين جنيح؟ لا لا ما شفتهاش. اما شنو محتواها بالضبط؟ قال معناها المي على غياب الشابه وبما يعني والبطوله ومعناها وانت معناها وفرح الليتوال أنا في شفتها أنا شفتها أنا شفتها بعبارة أخرى أمشي يطلب السماح من وديع الجريدة تو ترجع الشابة تلعب في الكورس معناه هذا لا خاطر قال مشى للجهة اللي ما يلزموش يمشي لها كان مشى للجهة أخرى لا 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 عاد هو يحكي على سي عبد الكريم حديث عن تهشيم حفلة النجم الساحلي في بنزرت نجموش نقولوا العنف بدا بكري رغم اللي معناه فما تعتيم بدا بكري كل شيء بدا بكري يعني نورمال بطولة كما هذه ما كانش فما لعب بعد فما لعب وفي الصغار ما فماش لعب وبعد بلايص فيهم لعب فوضى يعني انا نقول انا التوانسه قعدوا متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم يعني التكسير هو بيدو والضرب هو بيدو ما باش تصلح حتى شيء يعني في ظل وجود رئيس الجامعه يعني كما نقولوا احنا قاعد يقضي في اموره يقضي فيهم فما ربي فما ربي مازال عندك كلمه مازلنا في الجوله الاولى دونك تكسير الكار نتاع ليتوال ما تنجمش تكون بسبب الخساره خاطر بنزرت يعرفوا اللي فما ليكيب اللي لعبت تقريبا فما 12 جوار ولا 14 جوار كاملين خرجوا. انا عندي صديق من بنزرت كنت اتصلت به بعد الماتش كي سمعت الكار تكسرت يعني باب الفضل قلت له معناها مازلنا في اول سيزون قال لي لا راهو هو مش مبرر اللي صار يعني التبرير بتاعه قال ليه راهو عملناه والجمهور يتور كسرنا الكار نتاعنا في سوسة استنيناهم كي جاوا احنا كسرنا لهم الكار نتاعهم هذا مش مبرر معناها مش مبرر اكيد مش مبرر لكن هذاك علاش قلت لك راهو سبب تهشيم الحافله وتكسير الكار مش على خاطر الخساره ولكن على خاطر حاجه قديمه قعدت في قلوبهم رجعوها توا واحنا نقولوا مازلنا في اول السيزون نهدي ان شاء الله خير ماناش في حاجه العنف يزينه يزينه العنف خلينا نشوفوا كوره واللي يربح صحه ليهم سامحني سي انيس فاصل وراجعين